بسم الله الرحمن الرحيم. انا مس وفاء رأفت عبد المجيد من مدرسه الزهور الابتدائيه. our lesson today about primary 2 lesson 1 unit 1 time for english. We have in the neighborhood the unit's name. We have a family tree, and we have Muhammad, Habiba, grandfather and grandmother, Sami, Dalia, Ahmed, Sara, Mona, Ali, Huda, Karim. طبعا دول هيستمروا معانا طول اليونت. اكتر حد هيستمر معانا طبعا كريم ومنى وسامي وسكرة. طبعا احنا اول حاجة في اليونت عند يونت 1 ميتينج بيبل. طبعا ازاي هنحيي الناس وازاي لو انا شفت حد الصبح هقوله ايه وازاي لو اول مرة انا هقولك ازايك او كده. طبعا دي من الكلاس روم لانجوج اللي احنا لازم نستمر فيها قوي. عندي هنا كريم ومنى ونهى وسامي وسكرة وكل الشخصيات دي لازم نكون عارفينها عندي في الكتاب. هنا اكسرسايز ايه listen and repeat. لما اول حد كده لما المس تدخل الصبح كده نقول good morning good morning. لو انا هحيي حد بقى وشفته الصبح كده ولاول مرة هقول له hello how are you, فرد عليه صاحبه قال له fine thank you, يبقى انا قلت good morning hello how are you fine thank you. يعني انت عامل ايه؟ قال له انا بخير الحمد لله. ده ازاي انا اعمل introduce myself and greeting people. لو قلت له hello I am كريم مثلا وبعرف على نفسي وقفت اسلم عليه الصبح قلت له good morning hello how are you fine thank you. لو نزلنا لتحت السكرة وسكر كده وهم مبسوطين وهم رايحين the first day to school بيقول لها هلو, قالت له هاي, ويبدأوا يعيدوا تاني الديالوج بتاعي يقولوا good morning how are you fine thank you. اوكي نيجي هنا لمنى وكريم وسكرة. طبعا انا لازم افرق ما بين جنسهم ايه. يعني انا منى مش زي كريم مش زي سكرة طبعا. فعندي هنا في البيكتشرز قال لي منى كريم سكرة girl boy and babbit. منى لو جينا بصينا هنا صنفها ان هي girl, كريم صنفه على انه boy, سكرة طبعا ولا girl ولا boy لان هي babbit عروسة مستمرة معانا كده فهي ولا boy ولا girl. نيجي هنا عندي لو انا شفت السيركلز اللي عندي هنا جيت نمبر 1 منى where is منى it's here I put it number 1 where's كريم he's here put number 2 where is سكرة it's here I put number 3 where is the girl number 4 where is the boy and number 5 where is the puppet it's the last one number 6. اوكي يبقى منى جيرل منى جيرل كريم بوي ان سكرة بابيت. حلو قوي. دلوقتي انا عشان اتكلم عن نفسي نيجي للفيرب تو بي بقى الام والاز والاور. وانا هستخدم منهم بس الام وهستخدم الاور. لو انا هقول مثلا انا هتكلم عن نفسي, لو هتكلم عن شخص قدامي هقول انت. احنا مش محتاجين منهم دلوقتي غير I am و you are. منى جت هنا قالت I am منى, طبعا احنا صنفناها ان هي girl فهقول I am منى I am a girl. طبعا ممكن اكتب ال am او الاي ال I am apostrophe m اختصار طبعا لل am غالبا بتتكتب مختصرة كده فهقول I am منى I am a girl.
طب لو انا بتكلم لحد قدامي وهو قدامي وانا بقول عليه هو، مش هو اللي بيعرف نفسه ليا، انا بتكلم بقول له انت، فهقول you are كريم، you are a boy، you are كريم، you are a boy. وطبعا الابوستروف ار اي دي اختصار لار. نيجي على البيكتشر نمبر 1، هنا هنقول I am منى، I am a girl. بيكتشر نمبر 2، you are كريم، you are a boy. يبقى منى girl وكريم boy. بيكتشر نمبر 3، كريم قال I am كريم، I am a boy. شاطرين حبايبي، انا سامعاكم بتقولوا you are منى، you are a girl. very good. نمبر 5، سكرة طبعا عشان ما تزعلش مننا قالت I am سكرة، I am a puppet. I am سكرة، I am a puppet. very good سكرة. نمبر 6، you are سكرة، you are a puppet. طبعا كلنا عارفينك يا سكرة، you are سكرة، you are a puppet. again I am منى، I am a girl. you are كريم، you are a boy. and you are سكرة، you are puppet. اوكي نيجي هنا. طبعا عندي فرق في الفونكس تايم، عندي فرق ما بين البا والبا، عندي فرق ما بين البا والبا. انت البا light، it's a light sound as a pool، beard، boy. البا زي pencil، piano، pizza، pen، بيش. اوكي طبعا عندي كلمات تانية بصوت البا والبا. لو انا قلت مثلا بول، بيرد، بوي، بوك. very good. باج. اوكي عندي البا، بنسل، بيانو، بيتزا، بيش. اوكي باي. very good. يبقى انا عندي في فرق ما بين البا والبا اللي احنا بنقول عليها البي الخفيفه والبي التقيله بالعاميه كده يعني. اوكي طبعا عندي دي بقى طبعا الشيتس اللي عندي هالو اور ومورنينج وثانك. طبعا عندي هنا الاول الماتش وصل جود مورنينج وهاو هالو هاو ار يو فاين ثانك يو ويز اتس بيكتشرز. وان اكسرسايز بي لوك اند رايت هالو اور مورنينج ثانك. عندي نمبر 1 جود، ناقصها ايه؟ جود مورنينج. فيري جود. نمبر 2 هالو هاو ار يو. نمبر 3 فاين ثانك يو. فيري جود. الورد تايم اللي عندي التانية، عندي برضو الماتش اوصل بقى منى، سكرة، جيرل، بوي، كريم، بابت. very good. number b write the letter each pictures have its letter. number 1 مثلا منى، it's above here b. كريم d. very good. سكرة a. number 4 الboy e. a girl. where is the girl c. puppet f. very good. again look and match. I am سكرة، I am a puppet. you are منى، you are a girl. you are كريم، you are a boy. I am كريم، I am a boy. you are سكرة، you are a puppet. I am منى، I am a girl. each sentence have its a pictures. then be your turn بقى نعمل. عند سكرة هنا هنرسم البيكتشرز. انا لو بوي هرسم رسمة بوي، لو جيرل هرسم جيرل، واقول I am وفاء مثلا، I am a girl. عندي هنا البول، بنسل، بوي، بيتزا، بيرد، بيانو. does it begin with b or p؟ look and circle. لو احنا قلنا مثلا البوك b، number 2 pencil البي تقيلة، number 3 piano، number 4 bowl، number 5 pizza، number 6 beard، number 7 peach، number 8 boy. اوكي طب نيجي نشوف هنا البي الاود وان اوت. عندي beard، pen، book، bag.
which one is odd? Very good. بن عشان هي بال بي 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 تركبي. Number two عندي pen, pencil, piano, boy. Which one is odd? Boy. Very good. Thank you for listening very much.